فأقوال الناس يفضحها أعمالهم. لي جار صديق كنت أزوره وأتكلم معه كيف الآن يخرج في الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يفرغ من وقته ليتعلم شيء من جهد الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليب وطرق أهل الدعوة. فمرة قال لي: يعني هل الله سبحانه وتعالى قال أن أترك الزوجة والأولاد وأخرج معكم، يعني أخرج لتعلم لهذا العمل؟ أنا كنت أجيب هذا الشخص، لكن لن أذكر ما سأقول له، ما كنت أقول له. مرة أخرى زرت هذا الشخص فقال: هل الله قال أن أترك المحل، أغلق محلي وأخرج معكم؟ تكلم معه مرة أخرى فقال: هل الله قال أن أترك حياتي وأذهب معكم؟ فبعد قريبا من سنتين فإذا محله مغلق، فسألت عنه الناس: أين فلان؟ فقال: هو ذهب لنزهة إلى العقبة لثلاثة أيام، شوف، من أجل نزهة، من أجل النفس والترفيه، ترك الزوجة والأولاد والبيت والمال، وترك وأغلق المحل، لكن من أجل نشر الدين والحركة لدين الله سبحانه وتعالى. الآن اعتراضات وأقوال كبيرة جدا، فأفعال الناس تفضح اعتراضاتهم. وشكواهم وانحرافات الفكر.